وهذه الخلية اللي تم ضبطها بحوزتهم اللاسلكي. والأسلحة هذه اللي موجودة، وهذا تعريف باسم عملية كرامة. مجهزين التعريفات هذه، هذا رقم التسلسل بتاعها، تاريخها 15/4/2019. هذا حتى في الحلم ان شاء الله مش هيتحقق لهم. قرم اسم ابراهيم بالقاسم محمد عثمان من سكان منطقة بوسليم. قمت بتجنيد الشباب تبع للخلية تبع عملية الكرامة، وتم تجنيدهم وإصدار لهم تعريفات، وتم عملية إصدار لنا لاسلكي من غرفة العمليات هذه اللي تبع عملية الكرامة، وتم في تجنيد الشباب حتى تم القبض عليه. اسم عبد الواحد محمد عبد الله، إن تم إصدار لي تعريف بعملية الكرامة قوة القوة المساندة، وتم إصدار لي محمد مروان بإصدار لي تعريف، وقال لي وأعطيت له صورة، ثم صدر لي بطاقة عملية كرامة، تم ومن ضمن هذه الخلية تم القبض علي مكتب بوسليم. الاسم محمد الصديق محمد مروان، خطيب مسجد عبد الله بن الزبير منطقة القاسي. أنا من ضمن الخلية قوة مساندة عملية الكرامة، وقمت بإصدار بطاقة لعبد الواحد عن طريق أخي مروان المقيم خارج طرابلس، وتم القبض علي في منطقة بوسليم عن طريق مكتب بوسليم. الاسم علي بوزيد دغمان. تم تجنيدنا من قبل إبراهيم رجباني، أحد من أفراد الخلية القوات المساندة. اسم أبو بكر النايب محمد سالم. تم التجنيد من إبراهيم رجباني من تبع الخلية. عبد الكريم علي مبارك العجالي. تم تجنيدي من إبراهيم الرجباني في الخلية المساندة لطرابلس الكرامة، وتم القبض علي ببوسليم. الإدارة العامة للأمن المركزي فرع بوسليم. الإدارة العامة للأمن المركزي فرع بوسليم.